سلام حبيبتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيما كتشوفوا جبنا لكم كوتشو، ان شاء الله تعجبكم الوصفه. هامليك المقادير والوصفه تاع الموسكوتشو راح اديرها بنت ام يوسف اللي درت لنا هذه الوصفه. انا عجبتني بزاف بزاف وقلت لها لازم تعاوديها باش نصوروها. وهاد الموسكوتشو حبيباتي هو صح موسكوتشو، مي بصح لوغو تاعو اون ديغي راكي تاكلي في الباتيسري ولا في لاجينواز مشمخه وانتي ما درتي لها والو. وصفه بزاف هايله. هنا درت 6 بيضات، درت الصفار وحده والبيض حطيته وحده، درت لهنا السكر راح ادير له كاس ونص سكر للصفار البيض وتخلط بالباتور، واللي ما عندهاش باتور تقدر دير حتى بالفوي اي تكمل في النص تاع السكر، واللي ما عندهاش فوي ولا باتور ولا كانت عندها بيترا خير وخير، حنا ما حبيناش نديروها في البيترا باش نسهلوا عليكم العمليه. وهنا راح ادير الكاس تاع الزيت تدريجيا. هي وصفه بزاف بزاف هايله. انا يا قلت لكم عجبني بزاف هذا الموسكوتشو، انا ما نحبش بزاف الموسكوتشو بصح هاد الطريقه هاد لا غوسيت فلوغو تاعها بزاف بنينه، وتضمني باللي يطلع لك في الفوق ويضاعف الحجم تاعو، يعني تضمني لا غوسيت باللي راح تطلع لك بيان. وهنا راح تضيف لهم الفارينه 2.5 كيسان، قرصة تاع الملح، 2 شكاير خميرة تاع 10 غرام خميرة الحلويات، يعني قلت لكم وصفة. أنا يا جامي كليت الموسكوتشو وعجبني هكا، ماشي زعما كراني نشكر فيه ولا، جربوه وما راحش تندموا عليه، يعني حاجة بزاف بنينة. وحتى ولو يبات يومين 3 ايام يقعد هكاك من الدي الداخل كي تاكليه يسمى يتهضم، ماشي حاجة ناشفة لازم تجوزيها بالحليب ولا بالجو ولا حاجة، بزاف يعني بنينة. واللي يحب ما يديرلوش الكاكاو يقدر ما يديرلوش الكاكاو نورمال، واللي يحبوا فيه هاد لوغو تاع شوكولا يديرلو 2 مغارف كبار تاع كاكاو، وما ديروش الكاكاو الاسود ديرو كاكاو البني، هذاك المارو يعطي جو بنين شغل كي يجي كيما شوكولا تاع الحليب. كيما كتشوفوا هذا القوام تاع هذاك الخليط الاول نحطوه تكوتي، ومن بعد نروحوا باش نطلعوا بياض البيض. بياض البيض نديروا له قرصه صغيره تاع ملح برك باش يطلع ما يفسد الناس في البرد، ما تخافوش البيض الابيض يطلع، ماشي كيما في الصيف من داك يجي البيض عيان ولا شويه فاسد ما يطلع لناش البيض. البيض لازم يولي كيما الثلج كيما نديرو الميرينغ، يولي بهذه الطريقه يدير المنقار هذاك، وكي تقلب الغيسيبيون ما يطيحلكش هكذا، وتهبطيه تدريجيا فوق هذيك الوصفه الاولى. هذوك لي زانغريديون لميناهم مع الاول، نحطوهم نخلوهم يشربوا الفارينه شويه لو طون لي نخدموا هاد بياض البيض، ونقلبوا هكذا بيان. بعد الطريقه حتى يولي القوام هكذا نديروه تدريجيا حتى تولي هذا القوام، ومن بعد تحبوا تحطوه في ليمول هذوك الصغار فرديين، ولا تحبوا تحطوه واحد كومبلي هكذايا. هي دارته في واحد وحطته في درجه 180 درجه في الفرن مده 45 دقيقه حتى 50 دقيقه، نتوما سا ديبون شعلوا له لتحت ولا كان فونتيلي خليوه لتحت برك، وهو راح يطيب الفوق والتحت وينشف لكم تري بيان.
بهذه الطريقه شوفوا كي طاب وطلع ولا الدوبله الحجم تاعو ولا عالي بزاف وجاب بزاف شباب وخفيف. وانتيا اختيار يقعد لك التزيين، هي دارته الفوق بالمعجون تاع المشماش، يعطي له قوب بنين المعجون تاع المشماش يجي هايل فيه، وشبحيه بالشوكولا، شبحيه كيما حبيتي بالنيتيلا واش عندك، ديري الوجه تاعو اللي يحبو هكذاك، ما يحبش عليه الحلاوات نورمال. هذا يا الكاوكاو المصبوغ فو بيستاش زينت به من الفوق باش تجي ديك القرمشه تاعو الشابه. ونقول لكم حبيباتي ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وما تنسوناش بالتدعيمات تاعكم لي جامو لي كومونتير، وتزوروا صفحتنا في الانستغرام. ونقول لكم حبيباتي في امان الله، سلام.